أثمنة هما هما، ما كاين أي تغيير، كيف ذاك العام كي هذا العام، ولكن الإقبال هو شوية ناقص، ماشي بحال العمال اللي دازوا من كورونا لهاد السنة، الإقبال قليل شوية. السبب واضح، هو أن الناس تضرروا بزاف من كورونا، الإقبال قليل شوية، ولكن الحمد لله كاينين الزبناء ديالنا اللي متعودين يتقداو عندنا كيجيو، والناس ولاو كياخذوا الفاكهه على طول العام، ماشي ديك بحال ديك الساعه اللي كانوا تاع العاشور عاد كياخذوا الناس الفاكهه، دروكا كياخذوها على طول السنه، ديما كيتقداو الفاكهه. هو المقارنه الاثمنه مزيانه، ولكن دروكا السلعه موجوده تبارك الله، كاينه كل حاجه ولو الانواع كثيره بزاف ديال السلع، كاينه سلع تركيا، كاين المهم كاين الانسان فاش يختار، لا ماشي بزاف، كاين تزيد ولكن ماشي كثير، وكاين لوزع على الاشكال، كاين داك اونغوبي بالجنجلان بزريعة الكتان بعرقسوس، كاين انواع كثيره ومتنوعه، فاش يختار الزبون اللي بغى. ممكن الناس يبغيو ينوعوا، يبغيو يذوقوا اي حاجه شافوها، هادشي هذا هو السبب، ولكن الناس بزاف كياخذوا المنتوجات المحليه بحال اللوز والكركاع، المهم المنتوجات المحليه كلها هي كياخذوها الناس. وكي قلت لك راه الاقبال كيكون طيله السنه، ديك الساعه الناس كانوا كياخذوا الفاكهه من عشر لعشر، ولكن دروك الحمد لله الناس ديما الحمد لله كيتقداو على طيله السنه. لا هو مرتفعه واحد شويه على المنتوجات المحليه، ولكن حتى هي عندها جوده، والانسان تينوع المحل، اللي بغى شي حاجه راه كياخذها، اللي بغى المنتوجات المحليه راه كياخذها، واللي بغى المنتوجات التركيه الحمد لله كل شيء موجود. الاقبال تيكون صراحه الله زيد شويه على الايام العاديه، ولي بخي حتى هما تيكونوا بعض الناس راك عارف انت كل واحد وكيفاش كيدير، كاين اللي تزيد شي حاجه فوق القياس، وحنا بطبيعه الحال راك عارف مع هاد الايام وهاد المريض هذا مع هاد الناس تيبقوا الاثمنه هما بالنسبه لي انا هنايا. والاقبال راه كاين الحمد لله كيف ما قلت لك في هذه الايام، التقاليدنا حنا في المغاربه كاملنا في عاشوره تنتقدوا الفاكهه للوليدات والدراري الصغار، بحال مجموعه ديال التقاليد وحدين اخرين ابار الفاكهه تيكونوا، ولكن الفاكهه اللي كتبقى ضروريه في الطفله ديالنا في العواشر. والاثمنه راه كيف ما قلت لك كاين شي ناس الله يهديهم اللي يستغلوا الظروف في اي مناسبه، ماشي في العواشر ماشي في عاشوره ولا في اي حاجه، تيديروا واحد الاثمنه اللي ما تتكونش، ولكن الحمد لله حنا تنتبعوا الثمن باش تيكون دائما هو باش كاين، لان الانسان راه ديما تيبقى البركه تاعته كاينه في الحاجه. بالنسبه للوز والكركاع كاينين اللي تيكونوا ديال البلاد، بطبيعه الحال يبقاو تيطلعوا الثمن واحد شويه بشويه، لحقاش راك عارف تيكون الجفاف تيكون بزاف العوامل اللي تيخليوا هذاك المنتوج تيبدا تينقص، كل ما نقص راه تيزاد الثمن ديالو. وبالنسبه للمستورد راه تيبقى في نفس الثمن، لان المستورد موجود بحال تركيا بحال تيجي من دول وحدين اخرين، هذاك الشيء تيبقى بنفس الثمن وفيه ليكاليتي بطبيعه الحال، تيكون زايد الثمن بزاف بزاف على ديالنا حنا، حيت كاينين ليكاليتي وديالنا حنا راه لا يعلى عليه بالنسبه للحاجه البلديه اللي تندويو عليها، هذيك راه ما يعلاش عليها حيت تتبقى ديما عندنا قليله في السوق. شنو نقول لك بالنسبه للمنتوجات تاع تركيا، كيف ما الا شفتي بحال دابا هاد الشريحه مثلا عندي انا ديال تركيا، هي اللي عندي دابا حاليا ديال تركيا، تتكون نقيه شويه وتتكون كيف ما قلت لك. احنا عندنا البلدي في اي حاجه، سواء في فاكهه سواء في حوايج سواء في حاجه، هذاك الشيء لا يعلى عليه، ولكن هما تيكون هذاك الشيء اش نقول لك مخدوم مثلا عليه الناس ضاريتين عليه، حيت تيكون مزارع كبار تكون حوايجات كبار، داك الشيء مخدوم على حقه وطريقه، غيجيب لك سلعه نقيه واخا تكون انت عندك هذاك البلدي بطبيعه الحال راه بثمنه وجوده ديالو، ولكن ملي كيجي لك تقارن كيبان لك ديما هذاك ديالهم احسن، حيت كيف ما قلت لك تيكون نقي، تيكون بواحد بحال دابا الحجم ديال الشريحه ماشي الحجم ديال الشريحه ديالنا حنا العاديه كيف ما كتشوف مثلا، تنضرب المثال هذا الشيء اللي هذا هو الفرق. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.